أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة؟ نعم، المطلقة الباين. نعم، هل يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة؟ المطلق لا بأس، المطلقة الباين لا بأس أن يخطبها. المطلقة الباين لا تخطب بالصراحة، لا الزوج ولا غيره، ولكن أن يخطبها بالتعريض: إني في مثلك لراغب، لا تفوتيني، أو ما أشبه ذلك. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. نعم.